مستمرين مع كل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. كابتن محمود متولي، كابتن متولي، يعني ناخد وقتنا في الكلام. عليك طار يا متولي، انت عليك طار، عليك ايه؟ اقتل واديك رن. ايوه كده. كابتن محمود، فتره صعبه جدا وظروف في بدايه تواجدك في النادي الاهلي، لكن دايما محمود متولي كان صوره في الايمان وفي الرضا وفي الصبر. النهارده ربنا بيكافئك، ومن بدايه الموسم ربنا بيكافئك، مليون مبروك. وعايز تقول للظروف اللي فاتت ولكل اللي وقف جنبك خلال الفتره اللي فاتت. خلاص بقى، خلينا ننسى كل اللي فات ده. الحمد لله فتره وعدت وراحت لحالها بكل اللي فيها. يعني متهيألي نفرح النهارده بالمكسب والماتش الكبير اللي الفرقه عملته. اللعيبه رجاله الحمد لله، كنا قد مسؤوليه ماتش كبير. بدايه سيزون كانت مهمه جدا نبدا بالطريقه دي، والحمد لله ربنا كرمنا وخدنا البطوله. وان شاء الله تفرق معانا بقيه السنه ان شاء الله. المباراه الخامسه على التوالي، النادي الاهلي، دفاع النادي الاهلي، شباك النادي الاهلي لا تستقبلش اي اهداف، تعتقد رقم مهم جدا بالنسبه لكم كخط دفاع النادي الاهلي وايضا كحراسه مرمى النادي الاهلي. اكيد طبعا ده هدف، بيبقى هدف لكل المدافعين ان هو ما يدخلش فيه اهداف. والحمد لله ربنا كرمنا النهارده والماتش الخامس زي ما انت بتقول، ان شاء الله نقدر نكمل بنفس المستوى وربنا يكرمنا ان شاء الله ونكمل، يبقى كل ماتش فيه كلين شيت باذن الله، ودي حاجه بتنجح اي فرقه. يعني عايز تقول ايه لجماهير النادي الاهلي النهارده اللي عملت مشهد وملحمه في ملعب عزاز بن زايد؟ ده العادي. انا عايز اقول لك ان ده العادي وده اللي بنشوفه دايما. والحمد لله النهارده روحناهم مبسوطين، وكان لازم يروحوا مبسوطين، والحمد لله ربنا كرمنا وقدرنا نعمل كده، وكنا عند حسن ظنهم الحمد لله. اشكرك يا كابتن متولي، وبالتوفيق ان شاء الله ومزيد من البطولات للموسم ده وكل المواسم اللي جايه باذن الله. حبيبي الف شكر.